السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا يونت 9 لسو 3. Look and listen. انظر واستمع. هنسمع مع بعض التسجيل. Listen and point. زي ما سمعنا مع بعض بيقول لي where is funny. ها look and listen. swim يعني يعوم. under يعني تحت او اسفل. under swim. water يعني ماء. water. طيب where is funny. اين يكون funny؟ Look, انظر. He is under the boat. هو يكون تحت أو أسفل المركب. موجود فني أسفل المركب. He is in the water. هو يكون في الماء. هو يكون في الماء. خلاص. هنا نقول لي هنا ايه؟ كان هي سويم. هل يمكن له ان يعوم؟ هل يستطيع هو ان يعوم او يسبح؟ Yes he can. نعم هو يستطيع. تعالوا نقرا تاني مع بعض. Where is funny? Look, he is under the boat. He is in the water. Can he swim? Yes, he can. الهدف من الدرس ده اتعلمنا هدف اللي هو الهدف ده هدف موجود في اول واحده. Asking and answering about ability. أول حاجة asking and answering about location. السؤال والجواب عن المكان. السؤال والجواب عن المكان أو الهدف دوت في أي درس بقى؟ في الدرس الثالث أهو. السؤال عن المكان أقول له إيه؟ Where is funny؟ أين funny؟ ها؟ Where is funny؟ الإجابة عن المكان ها؟ قال لي إيه بقى؟ ها؟ قال لي he is under the boat. هو تحت المركب. وهي is in the water. هو في المية. وكمان خدت هدف تاني asking and answering about ability. السؤال والجواب عن القدرة. عشان اسأل عن واحد قادر يعمل حاجة ولا لأ اقول له كان هي والفعل بتاعي. خلاص. describing the location. وصف المكان هو ده. he is under the boat وhe is in the water. طيب بيقول لي ask and answer. اسأل وجاوب. Can you swim؟ هل يمكن هل تستطيع أنت أن تعوم؟ هل تستطيع أنت أن تسبح؟ أقول له إيه؟ Yes. لو أنا قادر أعوم أقول له Yes. أخلي أجاوب أنا اللي بجاوب أقول AI بدل ما أقول You أقول AI. Yes I can. نعم أنا أستطيع. ولو أنا مش قادر أعوم أقول له No I can't. No, I can't. طيب تعالوا نشوف التمرين اللي بعده كده يا ولاد مع بعض. يقول لي listen and circle the right direction.
listen and circle the right digits. اسمع وحط دائرة حوالين الصورة الصحيحة. طب أنا هقول كده على سبيل المثال، ها أنظر تحت، فين اللي تحت؟ هي دي تحت الكورة، تحت الترابيزة الطاولة، وكمان القطة تحت الكرسي. خلاص طيب، تعالوا نوصف كده المكان يا أولاد، هنوصف مكان كل حاجة من الحاجات دي. خلاص يا أولاد تعالوا كده مع بعض نحل التمرين دي. أنا هحل الموضوع التمرين ده كده. عايزين نوصف يا ولاد الكرة، مكان الكرة. طب أقول إيه؟ ها إحنا بنوصف مكان الكرة. خلاص يبقى نبدأ الجملة دي، هنقول ذا بول. نقول إيه؟ نقول ذا بول، هنقول ذا بول. طالما أنا بوصف الكرة يبقى هبدأ بيها الشيء اللي أنا بوصفه، هبدأ بيه في الجملة. أنا بوصف الكرة، مكان الكرة، بقول إيه؟ ذا بول. طيب الكرة دي مفرد ولا جمع؟ مفرد، يا أول بعضيها إذ، صعبة كده؟ طيب الكرة موجود فين هنا؟ الكرة موجودة فين؟ موجودة فين هنا؟ موجودة تحت، تحت الطاولة، تحت. طب تحت يعني إيه؟ أندر. طب هي موجودة تحت الإيه؟ مين يقول لي؟ تحت الإيه؟ تحت الطاولة. يبقى ذا تيبل، أكتب اسم طاولة بالإنجليزي. طاولة بالإنجليزي يعني تيبل، طاولة بالإنجليزي يعني تيبل. يبقى أنا بوصف مكان الكرة يبقى قلت ذا بول. الكرة اسم مفرد يبقى قلت إيز. مكان الكرة فين؟ يبقى موجود تحت، يبقى أندر. طب هي تحت إيه يا أستاذي؟ تحت الطاولة، طاولة يعني ذا تيبل، طاولة يعني تيبل. حطيت معاها ذا، عرفتها بقلب التعريف عشان أقول عليها الطاولة. طب أنا عايز واحد شاطر يوصف لي مكان القطة. ها أنا بوصف القطة يبقى أكتب اسمها بالإنجليزي. القطة يعني إيه؟ ها ذا كات، أقول له ذا كات. طيب القطة مفرد ولا جمع؟ مفرد، يبقى أقول إز. ها القطة موجودة فين؟ تحت، يبقى نفس دي بقى تبقى أندر. ها أندر. ها كرسي يعني إيه؟ ما تحت الإيه هي؟ تحت الكرسي، يبقى نقول ذا تشير. سؤال في منتهى السهولة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.